جوز بسيط بايت او حوائط الحره كانت ليفر تايب. اتكلمنا على 3 تايب اوف شيب بايت يا شباب. اول نوع كانت ليفر تايب، وهو اللي بياخد الريزيستنس بتاعته او اتزانه من ايه؟ كانتليفر. لا من وزن التربه اللي حواليه. لا مش وزن التربه اللي حواليه، من الباسف ريزيستنس. ايوه معلش شكرا. كويس، وعرفنا ان في تو باسف ريزيستنس بيتكونوا، جزء قبل البوينت اوف روتيشن وجزء بعدها، وهما الاثنين اللي بيدوا الاتزان بتاع الحيطه. عيب الحيطه دي ان هي الماكسيموم اكسكريشن ديبث بتاعها والماكسيموم اكسكريشن هايت بتاعها بتساوي 7 متر، دي كتير. كويس، وعشان يحصل لها اتزان بيكون محتاجه ديفورميشن عالي. بعد كده تقدمنا شويه قلنا طيب احنا عايزين نقلل الديفورميشن دي، وعايزين نبتدي ادرس الاتزان في سيستم جديد. دخلنا على اول نوع من انواع الريتينينج شيت بايلز، المصاحبه بسيستم ثاني للتدعيم، وهو الانكور شيت بايل وول. كويس، وعرفنا ان احنا بضيف سيستم زياده على الشيت بايل يديها اتزان، وعرفنا ان انا عندي نوعين منه. ايه هما؟ اول حاجه سميناها الفري اير سبورت، حاجة تاني هنتكلم عليها النهارده واتكلمنا عليها سريعا السكشن اللي فات، الفيكسد اير سبورت. الاثنين انت الديزاينر اكوردنج لقيمه الفاي. لو الفاي بتاعتي كانت اقل من 32 درجه، كويس، ساعتها انا مش هقدر اعتمد على ان اشيل التربه اي باسيف ريزيستنس زياده بحيث ان اكون فيها فيكسيشن. دي اللي سميناها الفري اير. كان الالتزام بتاعها مبني على ايه يا شباب؟ شويه باسيف، بس باسيف واحد بس صح، وايه تاني؟ والانكور فورس. الاثنين دول هما اللي مدين الاتزان، وكانت مساله ستاتيكالي ديتيرمن ما فيهاش اي مشكله. كويس، النوع الثاني لما تبقى الفاي اللي عند الباسيف هنا زي المساله بتاعتنا، الفاي بتاعتها ب 36 درجه، لما تبقى الباسيف الفاي عند الباسيف عاليه اقدر اعتمد عليها بدل ما اخلي السيستم ده واقف بتو سبورت اللي هم شويه الباسيف اللي هنا والانكل، انا هزود طول الشيت بايل شويه. ركز معايا كده، انا بدل دي كانت البري اير، وحددنا اليو وحددنا الاكس وصممنا المساله من اولها لاخرها بكل كومبوننت فيها. كويس، الفرق لما لقيت الفاي هنا هو 36، وده اللي احنا بنعمله فعلا في الشغل. لما الاقي التربه قويه استغل ان انا ازود طول الشيت بايل شويه، بحيث ان اعتبر ان دي البوينت اوف روتيشن، هنا هيتكون شويه باسيف وهيبقى فيه كمان شويه باسيف هنا، اللي احنا كنا بنعوض عنهم بفيكسيشن كده، ونقول عندي قيمه للسي وقيمه دلتا ام. فبقت ايه عيب المساله دي دلوقتي يا شباب؟ ان انا ستاتيكالي ان ذا تيربو، انا عندي دلوقتي باسيف هنا وعندي انكور فورس هنا وعندي سي تحت، عندي باسيف كمان زياده. المساله دي ستاتيكالي ديترمن، اه بس ليها ميزه. ايه ميزتها؟ انت لما تبقى يا شباب موقف سيستم بتول سبورت، ده احسن ولا اقل لما تكون موقفه بثري سبورتس؟ اولا احسن لسبب، انت مدي اتزان زياده، ده اول سبب. تاني سبب ان الستريننج اكشن اللي هتحصل على الحيطه وعلى الانكور سيستم اللي كان بيتكون من ثلاث حاجات، الفورسز اللي عليهم هتقل، ومنها تكلفه الحديد بتاعهم والكروس سيكشن بتاعت التسليح هتقل، فهيوفر معايا. فانا بمجرد ان انا زودت طول الشيت بايل شويه، ده اللي عايزين نحسبه بقى النهارده، كويس، هيديني اتزان اكتر وهيقلل السريننج اكشن على القطاعات بتاعتي، فهيوفر معايا 100% هيوفر. وعشان يوفر انا بقول لك حل نفس المساله اللي احنا حليناها السيكشن اللي فات كذا فري ايرث، حلها فيكسد ايرث. بقى نعرف نحلها ازاي. كنا بنعمل ايه يا شباب لو انا بحل مساله شيت بايل؟ خطوه رقم واحد، بنرسم النت ايرث بريشر، اشتغل على طول بالنت ايرث بريشر، واتعلمنا كل الحاجات بتاعته، مفيش اي حاجه ما غطيناهاش في رسمه النت ايرث بريشر. لو عندي سي سي مع الفاي يبقى الميل بتاعي اللي انا برسمه انهي ميل؟ الميل، مش انا بجيب ميل بضرب في الميل ده يعني؟ اه في بس ناصر في اكتف الجامعه قلناها، حتى لو في سي؟ ايوه حتى لو في مال الميل في السي؟ لا السي بتخش في التعويضه بتاعت القانون. انت بتعوض في القانون نفسه، بتقول الاي اي على اليمين ناقص الاي اي ناقص الاي باسيف على الشمال. الاي اي على اليمين والاي باسيف على الشمال هما الاثنين فيهم سي، واحده ناقص 2 سي جذر الكي اكتف، والثانيه زائد 2 سي جذر الكي باسيف، فالاثنين بتخش في قيمه السي. انما في الميل، الميل هو جاما كي. لازم نبقى شايلين هنا سي سوري عشان ضعيفه اصلا. كنا بنحط حط الموبايل يبقى
هاي سويل عشان قوي. لا لو في لو التربه دي لو فيها معاها فاي عاليه يعني هي ممكن يبقى ساند ومعاها شويه سيمنتيشن. انما لو بيقول لك ليه لا ما بتشغلش الكلين طبعا خالص في الفيكسد اس كونديشن ما بينفعش يشتغل. غير بقى لو حاجه بنسميها مودست تون كلي حاجه تمام ساعتها بنشغل. طب تبقى قابل على كده. طيب طب نعمل نرسم رسمه الانتر بريشر ما فيهاش مشكله خالص. كنا بنرسمها ازاي؟ بحدد من اي نوت او اي واحد لحد اي 3 سيكشن 1 سيكشن 2 سيكشن 3 عادي جدا ما فيهوش مشكله صح. انا هقول لك الخطوات وهديك الارقام النهائيه في المقارنه بس مش محتاج اكتر من كده تمام. وبعد كده بحسب حاجه اسمها اي ان 1. اتفقنا قيمه الاي ان 1 هي اهم قيمه او اهم حسبه في المساله اللي هي كانت عباره عن ايه؟ كل اللي على اليمين ناقص كل اللي على الشمال. تعالوا نحسبها. كل اللي على اليمين هيبقى عباره عن ايه يا شباب؟ اي 3 ولا طب لو دي فاي 1 دي فاي 2 ودي فاي 1 لازم احسب الاي الجديده والاي 4 اللي هي السكشن اللي هنا زائد الاي ووتر ناقص الاي بس باللي عندي بزيرو فتطلع لي قيمه هنا وانزل بقيمه اليو وحدد اليو بعد ما حدد اي ان واحد حدد اي ان بس اللي هي كانت عباره عن ايه؟ الاكس في الكي بس ناقص الكي اكتف في الايه؟ في الجاما 2 بتاعتي او الجاما سبيرج 2 التربه الثانيه. ثاني خطوه كنا بنحدد البنتريشن ديبس. ركز هنا بقى. اقدر احدد قيمه اليو؟ سهله. ما بين الفري ايرث والفيكسد ايرث لحد ما تحدد قيمه اليو نفس الخطوات بالظبط. مفيش اي فرق في الخطوات كلها. فهتطلع قيمه اليو معاك زي اللي طلعناها السكشن اللي فات بالظبط، مفيش اي اختلاف في الارقام في اي حاجه. هلاقي قيمه اليو طلعت معاك 1.36. هي اللي طلعناها في حاله الفري ايرث. الخطوه الجديده بقى ما بين فيكسد ايرث والفري ايرث، انا دلوقتي اكتشفت ان التربه بتاعتي قويه فعايز اشغل السيستم بتاعي بدل ما هو واقف بتو سيستمز باسيف وانكور، انا عايز اشغله يبقى واقف بثري سيستمز، اثنين باسيف وواحد انكور. كنا عندنا كام معادله الديزاين يا شباب؟ اثنين. في المساله دي عندي كام مجهول للاسف؟ ثلاثة. هم أربعة ظاهريا بس الدلتا ايه قلنا بنهملها وبنعوض عنها بزيادة في البنتريشن. فأنا عندي ثلاث مجالس سي اكس وفورس اسمها ايه في الانكر وما عنديش غير معادلتين اتزان سبمشن فورس اتجاه اكس يساوي زيرو وسبمشن المومنت عند نقطة معينة تساوي زيرو صح؟ المشكلة دلوقتي إن أنا معايا معادلتين اتزان وثلاث مجالين فبنبتدي نفرض. الفرق بيكون مبني على إن أنا عايز أحدد البوينت لما رسمت العزم. مش فاكر رسمت سيكشن واحد العزم ولا لا بس انا كنت رسمت العزم. لو جيت رسمت العزم بتاع الفيكسد اكس هلاقي العزم بيجي عند نقطه ويوصل للزيرو ويقلب تيجي الديفورمد شيب بتاعها. فالمفروض عند النقطه دي اقدر احط انترميديت هنج. فاحنا لتبسيط الحل المفروض الموضوع ده فيه اتريشن انت بتخش في معادله فيها شويه اتريشن لحد ما توصل للاكزاكت ريزلت. احنا عندنا في الكليه هنبسط الحل بتاعه احنا عايزين نبسطه. فايه هيبقى التبسيط عباره عن ايه؟ هنقول ان احنا هنفرض ان هيتكون عند البوينت اوف زيرو نت ايرث بريشر اللي هي عند اليو انترميديت هينج. احط هنا كده انترميديت هينج. الانترميديت هينج ده يا شباب هيساعدني ان انا افصل السيستم بتاعي لمسالتين واحل مسالتين منفصلين. انا مش عندي ثلاث مجاهيل ومعادلتين. لو حطيت انترميديت هينج بيديني معادله زياده فهتبقى ستاتيكال ديترمنت. رجعت تاني انها ستاتيكال ديترمنت. فانا اقدر ارسم المساله بتاعتي الجزء اللي فوق بيم عامله كده صح؟ طولها الكلي عباره عن 5 زائد اليو صح ولا ايه؟ وشكل الايرت بريشر عليها حاجه بالمنظر ده وفي مثلث ميه هنا كويس وهنا هنج وهنا هنج هنج الدين اللي هو عن الانكر سامس معايا المفروض لحد فوق يعني النص لحد النقطة دي بس كويس. اقدر احدد الفورس اللي هنا يا شباب من المسألة دي شوية فورسز كنت حددتهم
اخد سمشن فورس في اتجاه اكس سمشن مومنت مثلا عند الانكل يساوي 0 احدد الفورس اللي اسمها ايه وفورس هنا اسمها ار اقدر احددهم صح هتطلع قيمه الايه يعني لما تحل الايكويشن دي هتلاقي قيمه الايه طلعت معاك بتساوي five point eight five وقيمة الـ R four point eight طال طبعا لكل متر رن هنا طال لكل متر رن طلع لي قيمة الـ A يا شباب اللي كنا حسبناها في الفري اير كانت كام كان كام؟ كان 6 وشوية صح؟ 6 ونص انت وفرت ماشي قريب من الطن بس قيمة الايه لما قلت دي هتقللك في تكلفة كام حاجة؟ هتقللك في تكلفة البليت الانكر والوول سبيم هتقللك في السيستم ده كله حتى لو قلت بقيمة صغيرة بس قلت الملي في الحديد بيفرق الملي بيفرق فعلا في الحديد تمام يا شباب فدي اول فايده خدتها اهو باينت قدامي ان قيمه الانجل فورس قل طيب الماكسيمم بيندنج مومنت هيحصل فين فاكرين الديفورمد شيب ولا لا الديفورمد شيب لو جيت رسمته للفيكسد او للفري اير كان بيحصل لك البالجنج الماكسيمم مومنت بيحصل لك فوق سطح الارض غصبا عنك لازم تطلع فوق سطح الارض لازم تمام ارسم الديفورمد شيب نتيجه تكون الباسيف هنا تبتدي الحيطه تبالج كده فلو انت واقف في الارض هنا تبص تلاقي انبعاج بتاع الحيطه باين تيجي ضغط التربه عليها والميه كويس بعد كده يرجع هنا ويقلب تاني نتيجه الفيكسيشن فالماكسيمم مومنت هيحصل في سطح الارض اقدر احسبه كنا بنحدد المسافه اسمها واي واقول عندها هي دي البوينت وزيرو شير واحدد المومنت تعال نحدده انا لحد دلوقتي في البنتريشن ديبث حددت اليو معلش هحسب تحتها القيم بتاعت المومنت بكام هعديك قيمه الواي وقيمه العزم تقدر تحسبها تظبيط الخطوات دي عادي يعني احنا المفروض نحدد اليو بعد كده نحدد الاكس بعد كده نعمل الستراكشر ديزاين انا ماشي مش بالترتيب مش بالنظام انا بس عايز اقارن لان طريقه الحل بسيطه جدا هي طريقه الحل المفروض صعبه بس احنا بنبسطها عليك لدرجه ان ممكن الناس تلاقي ان الفيكس ديز حلها اسهل من الفري اير حلها اسهل بس ايه اللي احنا عاملينه ده تبسيط للحل انما الحل اصلا معقد عن اللي انا بقوله ده طيب فانا هحدد لك هديك قيمه الواي البوينت وزيرو شير الواي هتلاقيها طلعت بتساوي 5. طبعا عندها ايه عندها الواي دي عندها قيمه الايه هتساوي الاي واحد زائد الاي 2 داش زائد الاي 3 داش زائد الاي 4 داش فاكرين الكلام ده عندها هتطلع قيمه الواي 1.39 بعد كده ياخد سيجما المومنت عند النقطه دي واتفقنا ان التنشن سايد هيكون للخارج صح فلاقي ان ام ماكسيمم الاقي طلع معايا بيساوي كام 6.13 طم متر بير متر ران حد يقول لي الماكسيمم مومنت اللي كنا طلعناه في الفري ايرث كان بكام كان 7 وشويه اكتر اكتر من العزم اللي طلع لي هنا ودي الفايده اللي انا خدتها الثانيه ان السترينج اكشن زي ما قلت لك على شيت باين قلت على الفري اير طيب عايز احدد البنتريشن ديبس الكل بقى انا حددت ايه وفاضل لي اكس اكس بنحددها من الكاميرا الثانيه الكاميرا الثانيه اللي هي حاجه بالمنظر ده عندي هنج هنا هنج هنا او فيكسد هنا القيمه دي سميناها سي وكنا جبنا القيمه دي سميناها ار اللي هي طلعت 4.83 وعندي مثلث بالمنظر ده صح بحيث ان المسافه دي كلها يا شباب اسمها اكس صح والستريس اللي هنا كنا سميناها اي ان بي واقدر احدد الفورس اللي اسمها اي بس دي نقول هي تبقى فانكشن في اكس طيب ايه بقى الايكويشن دي فيها ايه اولا انت برضه المساله دي مجهولين
تمام؟ ومعايا تو ايكويشن المجهول السي والدلتا ام، قلنا الدلتا ام هخليها بتساوي زيرو كاسامشن تمام؟ وهعوض عنها بزياده ب 20% في البنتريشن دبس كويس؟ فمعايا تو ايكويشن سمشن فورس في اتجاه اكس يساوي صفر وسمشن مومنت عند اي نقطه يساوي صفر. سمشن فورس في اتجاه اكس يساوي صفر ممكن تساعدني في حاجه سريعه ايه هي؟ لو القيمه دي يا شباب بار وده مثلث السي لازم تساوي ايه؟ ان الار صح ولا ايه؟ لازم عشان يحصل لك اتزان. لو انت عندك مثلث لازم تحت البيز بتاعت المثلث الكبير تبقى ضعف قيمه رد الفعل التاني. فانت كده جبت الفورسز اللي هنا صح؟ اقدر اخد سبمشن فورسز في اتجاه اكس يساوي زيرو تمام؟ واحدد قيمه الاي بس، اقدر اخد العزم عند النقطه دي تساوي زيرو واتاكد من قيمه الاي بس الاثنين صح. فاقدر اطلع من الـ من الـ من البيم الثانيه من بيم 2 دي اللي تتكتب هنا، بيم 2 دي بتتكتب هنا، انت بتكتب ان هو بيم 1 بعد اليو تكتب بيم 1 وتطلع قيمه الماك وتطلع قيمه الاي او حتى ما تطلعش قيمه الاي، تبص عشان نمشي بالترتيب مظبوط. خلاص احنا طلعنا نفس ما هو، انت بعد ما تحدد اليو يا شباب حدد الاكس. To find x هقول اسيوم الدلتا ام تساوي 0 اد بيم 2 وقلت ان القيمه دي ب 2 ار ودي ب ار فهقول ان 3 ار لازم تساوي الاي باس اللي هي كانت فانكشن في اكس واطلع قيمه الاكس هلاقي البنتريشن ديبس اللي هيطلع هنا هتلاقي الاكس طلعت ب 3.26 متر فاقول ساعتها ان البنتريشن ديبس لكل تي هتساوي ايه يا شباب؟ اليو بلس اكس اليو بتاعت اللي هي طلعت 1.36 زائد الاكس اللي هي 3.26 بس نتيجه الفرض بتاعي هضرب قيمه الاكس بس في 1.2 انما اليو صح اليو قيمه صحيحه اكزاكت ما فيهاش مشكله انما اللعب كله جه في الكاميرا الثانيه فهي اللي انا هزودها بس ب 20% فهلاقي البنتريشن ديبس كل اللي هيطلع لي هنا متوقعين علاقته ايه بالبنتريشن ديبس بتاع الكاميرا اللي فاتت اكتر هلاقي اكتر طلع 5.2 وده اللي انا متوقعه انا هزود البنتريشن ديبس في سطح الارض عشان اقلل العزم والايه بعد ما بحدد البنتريشن ديبس يا شباب كنا بنعمل الاستراكشر ديزاين بقى كنا رقم واحد بنحدد قيمه الايه بنسميشن فورس في اتجاه اكس يساوي زيرو وطلعناها بعد كده حدد قيمه الماكسيموم مومنت زي ما حددناها الاثنين دول اد بيم 1 عند اول كاميرا بس اول كاميرا بس محتاجها هي عشان احدد الماكسيمم مومنت والاي كويس بعد كده حددت الاي اقدر اخش في الديزاين بتاع السبريد شيت باي هول بالكامل ما فيهوش اي مشكله تمام هلاقي كل الاجهادات عليه قلت فالكروس سيكشن بتاع البليت هيقل الكروس سيكشن بتاع الرود هيقل السيكشن مودلز بتاع الزد او الوول سبيم هيقلوا فالتكلفه كلها هتقل طبعا العزم ان هو قل فتكلفه الشيب باي نفسه هتقل فاوفرول التكلفه هتقل هتلاقي بس الفرق ان اللينث اللي انت محتاج تسيل بيه الانكر هيزيد ليه؟ باسيف زون انبوت او اكتف زون لا الباسيف ليه 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 هتبعد؟ ايوه الباسيف زون هتبعد ليه؟ هتلاقي الفرق الوحيد العيب الوحيد في عيبين للفيكسد اير ان انت الطول بتاعك هيزيد والرود بتاعك طوله هيزيد انما كروس سكشن نفسه هيزيد عشان التي تولد بالظبط انت لما زودت الطول ده يا شباب بتاع الشيت بايل لما تيجي تطلع ب 100 هتلاقي الطول نفسه هيبعد نتيجه زياده طول الشيت بايل مش اكتر من كده بس اوفرول من التجارب الكتير اللي احنا عملناها في الديزاين الحاله دي طريقه الفيكسد ايرس بتطلع تكلفه اقل للاستراكشر بتاعك تمام انك بتسند الاستراكشر ب 3 سيستم مش بسيستمين بس. كويس يا شباب؟ طيب. انا مش شايف ان احنا نضيع وقت اكتر من كده لان هي نفس طريقه الحل ما هي الا فرق بنحط انترميديت هينج هنا ولازم تبقى راسم النت ايرث بريشر عشان تعرف مكان الانترميديت هينج. كويس؟ تحدد مكان الانترميديت هينج هنا
وتحل مسألتين عادي جدا، تطلع قيمة الـ X وتطلع قيمة الـ U وتحدد العزم. والحدود دي كلها أنا شايف إن هي مش صعبة برضه لو أنت كنت فاهم دي إمتى. تمام، نخش على آخر نوع عندنا بقى في الشيت بايلد، وهي حاجة بنسميها الاستراتيجي بايلد. لما يبقى شباب عندي اكسكيفيشن دبس كبير ومش عارف أعمل أنكرج في الأرض، يعني مش عارف أخش جنب ينوع أحط أنكرج نتيجة وجود دار، نتيجة وجود أعمال هندسية معينة أو أي مشكلة، ساعتها بخلي السيستم أو السيستم اللي هيسند الحيطة بتاعتي داخل الاكسكيفيشن. أنا بحفر عمق وبحط كاميرات جوه الموقع هي اللي تسند الحيطة إنها تميل، إنما ما بحطش أي حاجة في الأرض. فالالتزام بيبقى انتيريور، بيبقى بحط ستيل بيم أو سيركل ستيل بيم كبيرة، تمام، وهي اللي بتشيل الكومبريشن فورسز اللي بتيجي عليها نتيجه ضغط التربه. تمام، في انواع كتير بقى من الاستراتشي بايل. في نوع بنسميه سولجر بيم، يعني هو عشان ينزل بحاجه زي كده بيعمل ايه؟ يقوم حاطط كاميرا، يجيب كاميرا كده، كاميرا كده، ويدقها على مسافات معينه، وليكن مثلا 3 متر 4 متر، كاميرا كده ستيل بيم على حوالين الحته اللي عايز يحفرها، كويس، ويبتدي وهو بيحفر بيسقط لاينج او بيسقط، سواء بيحط بيسقط خشب او احيانا بيسقطوا خرسانه ما بين الكمرات الحديد دي، بس ده بيبقى خشب. تمام، وبيتحط حوالي، يعني بيسقط الخشب وعلى كل عمق جاي لافف الموقع كله بتاعه بول سبيد. تمام، يحفر تاني ومن الخشب بيبقى ينزل بيقعد يسقط، يقوم حاطط خشب تاني من فوق وينزل لعمق تاني يحط بول سبيد، حط وورس بيم مسترات، طبعا وورس بيم مسترات. تمام، وهكذا. ده نوع. النوع الثاني بيبقى شيت بايلز، يحط شيت بايلز شيت بايلز شيت بايلز، يغطي كل المكان بتاعه بشيت بايلز، يحفر يحط وورس بيم مسترات، يحفر يحط وورس بيم مسترات. ففي نوع بيبقى سولجر بيم كمرات وما بينها خشب، الخشب ده هو بيقعد كل ما يحفر شويه الخشب ده ينزل تحت تاثير وزنه وهو يقعد يحط خشب من فوق. تمام، وعند كل عمق بيحط الوورس بيم ويحط الاستراتات بتاعته. تمام، النوع التاني بيبقى شيت بايلد. الانواع مش هتفرق معانا، احنا هدفنا يا شباب حاجتين في الجزئيه دي، هدفنا نطلع الفورسز والبندنج مومنت على الشيت بايلد، الفورسز على الاسترات، يعني الاسترات انا عارف ان كومبريشن فورس، فمحتاج احدد الكومبريشن فورس دي بقد ايه، كويس، واطلع العزم على الشيت بايلد. دي اول حاجه مطلوبه مننا نعملها. تاني حاجه، نتيجه الاستراتنج سيستم ده سواء كان ستراتش شيت بايل او انجل شيت بايل، بيبقى فيه مشاكل يا شباب في البيز ستابيليتي. هنا في بيز ستابيليتي، في تشيك على البيز ستابيليتي برضه في الانجل، بس مش عليه، اللي عليه تشيك البيز ستابيليتي في الاستراتيج سيستم. نتيجه انك بتحفر انت ممكن خلاص تحفر التربه جنبك مسنوده مفيش مشكله، بس تيجي تحفر تلاقي الارض نفسها بتهيئ فيها مشاكل، الارض نفسها اللي انت واقف عليها هي اللي فيها مشاكل. تمام يا شباب، فبنعمل تشيك على حاجه اسمها البيز ستابيليتي. فتعالوا كده نتكلم اول حاجه، لو انا عايز احدد الفورسز في الانكل او الفورس انهانس في الاستراد، وعايز احدد البيندنج مومنت في شيت بايل او في الريتيننج ستراكشر بتاعي، بنيجي نرسم الايرث بريشر. بس لقينا ايه في رسمه الايرث بريشر بقى يا شباب؟ لما كنا بنتكلم على الايرث بريشر هنا كان واضح قوي ان الماكسيمم ديفليكشن بيحصل عند اول الحيطه وبيقل طول ما انا نازل. الاستراتنج شيت بايل هول بلاقي الديفورميشن العكس. انت بتحفر كده، انا راسم نص الرسمه دلوقتي، وعايز اوصل للبيز بتاعتي هنا. عاده انت مش احنا عاده دي بتنزل البنتريشن ديبس وبيكون ليها باسيف ريزيستنس. انتوا في الليفل بتاعكم احنا هنعمل باسيف ريزيستنس دي اللي ليها حسابات معينه عشان نحسبها. احنا هنعتبر ان مفيش هنا اهو اي بس بيتكون، الفورسز اللي بتيجي كلها من الانكل، ولا دي تنفعنا في ايه في الشغل. تمام، انت لما تيجي تحفر حاجه زي كده وتيجي تحط يا شباب دي اسمها استرات مش انكل، وتيجي تحط الاسترات بتاعك بلاقي الديفورمد شيب بيبقى صغير قوي فوق رغم ان هناك كان كبير، وبيزيد مع العمق. ليه؟ لان انت بتحفر وما بتكونش لسه حطيت الاسترات ده. تمام، فبتلاقي في شويه ديفورميشن حصل. لما تيجي تحط الاسترات وترجع التربه لزيرو فبيكون اخدت شويه ديفورميشن، عقبال ما تنزل بتلاقي برضه فتحت من تحت هي فوق بزيرو،
فتحت من تحت اكتر عقبال ما تحطه وترجعه. فالديفورميشن ما بيكونش برضو لين قوي كده او بسيط قوي كده. الديفورميشن اتقاس بفيل ميجرمنت من الموقع, اتحط سترين جيج واترسم شكل الديفورميشن. لقينا ان الحيطه بتبعد كل ما بنزل تحت, الحيطه بتبعد عن التربه كل ما بنزل تحت. كويس يا شباب؟ فحتى معناه ان رسمه الايرث بريشر اللي احنا اتعودنا عليها تبقى هي هي هنا, لا احنا اللي عندنا كانت كل الحيطه بتبعد. فقلنا الانرجي اللي بتاخدها الحيطه بتبقى اقل في حاله الاكتف, انما هنا لا, انت الديفورميشن العكس. فنتيجه الديفورميشن العكس دي ابتدت تتعمل فيلد ميجرمنت كتير جدا, وابتدت تتعامل بيها النيوميريكال اناليسيس, وطلعنا بالابارنت ايرث بريشر ديستريبيوشن على الحوائط غير اللي احنا درسناه. شكل ضغط التربه على الحيطه الاستراتيجي شيت باي وول مختلف على اللي احنا كل اللي درسناه قبل كده في ضغط التربه. تمام؟ بحيث قسمناه, حاولت اقسمها لك لجروب كده بسيط انك تحفظه, الكلام ده حفظ ومهم جدا لازم تيجي عليه مساله الامتحان لازم, وبيبقى تعويض مباشر هوا ما بتاخدش وقت, بس تكون حافظ الكلام ده كويس وفاهمه. لو انت عندك فاي سويل او سان سويل, الفاي بتاعتك لو اقل من او تساوي 32 بنسميها لوس ساند, تربه ضعيفه شويه, انما لو اكبر من 32 بتبقى هارد ساند او ستيف او دين ساند. تمام؟ بيبقى شكل الديستريبيوشن بتاع التربه مختلف, بحيث ان لو هي لوز بيبقى الضغط عندك اي اكتف بالمنظر ده, بيبقى ليه تو ديستريبيوشن على عمق 20% من الاتش بيبقى لينير, بعد كده ينزل كونستنت 80% الباقيين من الاتش. ولو عندك ميه هترسم مثلث الميه, هيبقى بريشر ملوش دعوه باي ايرث بريشر. انما لو دنس, قلت لك نتيجه ان احنا عاده بنعمل بريتريشن ديبس هنا زياده, الباسيف اللي بيتكون بيكون كفيل انه يرجع الحيطه تاني للزيرو شويه, بيكون كفيل ان هو يرجع حاجه بالمنظر ده كده. تمام؟ فبلاقي ان الايرث بريشر بيجي ويرجع للزيرو على 20% من الاتش فوق وتحت, وما بينهم 60% اتش, قيمته برضه هي قيمه الاي اكتف. والاي اكتف دي ليها قانون, مش قانون بتاع رانكن, لا ليها قانون بيساوي 0.8 جاما في الاتش زائد الكيو في الكي اكتف بتاعت رانكن, بحيث ان هي لو الاي ايكوال زيرو يبقى 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي, لو الاي ليها زاويه محوط في القانون الثاني بتاع رانكن للفاي سويل ما فيهاش مشكله. فين البسف هنا اللي هو مش هنشيل الحفر كله, فين البسف؟ بس ايه؟ انا زودت شرشل التراب كله لحد الاخر. ما بقولك انت احنا عاده الجين فايل دي بتنزل لتحت التريشن ديبس زياده صغير كده, فهو كفيل شويه ان يرجع لك الديفورم شيب. عشان كده بتلاقي لو التربه قويه الايرث بريشر بيوصل لزيرو, ده بيهيفير, انما القيم دي اتقاست في الموقع, وخيل والقانون ده من الموقع ملوش ثيوريتيكال, ملوش يعني ملوش حسبه ثيوريتيكال. هم رسموا الانفلوب حسبوا اقصى قيمه رسمه ايرث بريشر تغطي للانفلوب ده, بحيث ان انا استخدمت ده انا كونسيرفر, فاهمني؟ انما مش ده اللي هيحصل في الحقيقه, ده رسمه انفلوب من كل القرايات اللي اخذوها لو لقوا فاي سويل, فاهمين؟ فلو يعني يبقى الانفلوب حاجه من منظر, هو بيبقى بارابولا على فكره مش لينير, يعني لينير ده للتبسيط, فاهمني؟ بيبقى حاجه من منظر ده او كده او مش عارف كده ويزيد ويقل في حته, بس اهم حاجه الانفلوب اللي هو رسمه كان مغطي كل الاحتمالات اللي كانت بتحصل. تمام؟ فالاي اكتف بتساوي 0.8 جاما اتش بلس كيو, لو انا عندي سريتشارج دول في الكي اكتف بتاع دراج, احسبها ارسم الديستريبيوشن على الحيطه, وانا معايا شويه استرات هنا كويس, اقدر بدل ادو احدد الفورسز على الاسترات زي ما هنتعلم, واصمم الليله دي كلها زي ما هنشوف ازاي. الحاجه اللي انا عايز كنت اقولها لك هنا اهو, الموضوع ان احنا بنهمل الباسل الار اللي هنا دي بتنفعنا فيه في الشغل. احيانا بتلاقي ناس بيحطوا بايت, انت ممكن تشيل بايت ده على فكره تبقى بايت عادي, تعمل بايت كاب وكل ما تنزل برضه تعمل ورس بيم حواليهم وتحط استرات عادي جدا. فبعد ما يدق البايت يجي يحفر اول 2 متر يلاقوا في ديفورميشن حصلت في مبنى جنبهم. تمام؟ تقول له ايه تعالى الحقونا. فلما ننزل نشوف احنا ما بنعتمدش على طول, يعني هو لو قلنا انا دقيت البايت ده 15 متر احنا ما بنعتمدش على الطول ده, يعني بنقول ان انتوا ايه مش واصلين في كلامكم. السيستم ده يقدر يقف لو انت حطيت استرات واحد وار,
يعني هو لو قالك والله انا حفرت العمق معين انا حطيت اكسكيفيشن عملت النيتريشن ديبس 5 متر زياده فانت عارف ان هيتكون ار ممكن بالار والاسترات ده الحتت تتزق عادي ما فيهاش مشكله بس عشان احنا مش واثقين في كلامهم بنقوم لاغين الار ونحط استرات تاني يبقى لازم بس عشان تتزق لازم يكون في تو رياكشنز لازم يبقى في تو سيستمز موقفين الحتت بتاعتك فلو انا اللي مصمم ومتاكد من طريقه التلفزيون هيتكون ار ممكن اشيل استرات من دول على فكره بس لما بنكون احنا بنحل سين الورقه والقلم لو لقيتك بتنقل الشيت هتاخد صفر تمام لما بن 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 بنكون مش معتمدين على نتائج بتاعه الناس اللي نفذت حاجه زي كده كويس فبحط كذا استرات بحيث ان اعوض قيمه الار دي فايده قيمه الار يعني في الموضوع طيب باي ذا واي مش عارف ان اللي جاب المهم فبعرف الناس بتنقل الاير بريشر ديستريبيوشن او بنسميه الابارنت اير بريشر ديستريبيوشن عشان احط الثاني بالطريقه دي طب لو كان عندي كلي لازم برضو اعرف الكلي ده سوفت كلي ولا ستيف كلي بيزد على رقم بنسميه الستابيليتي نمبر ان اس بتساوي جاما اتش على سي اندريت الجاما دي اعمل لك عليها دايره عشان هقول عليها ملاحظه كمان شويه بحيث لو الان اس اكبر من 4 بيبقى سوفت كلي الان اس اقل من 4 بيبقى ستيف كلي ويبقى شكل الديستريبيوشن بتاعي 25% من الاتش ليه قيمه اي اكتف وال 75% ليهم قيمه الاي اكتف اللي القانون بتاعها اللي انا كاتبه لك تحت جاما اتش زائد كيو ناقص 4 ام في السي اندريت بحيث ان الام لو كان الدكتور جايب لك في فيلم سويل هنا اهو طبقه قويه تحت الشيت بايل باخد الام 0.4 انا اسف باخدها بواحد انما لو ما كانش في فيلم سويل طبقه قويه باخدها ب 0.4 لو المسألة الدكتور ما قالكش في فيلم سويل او لا بنشتغل ان ما فيش فيلم سويل وباخدها ب 0.4 كونسيرفد تمام طيب انما لو كان الاستابيليتي نمبر اقل من او يساوي 4 يعني ستيف كلي بيبقى قيمه الاي اكتف بتاعتي الفا في جاما اتش زائد كيو والالفا من 0.2 ل 0.4 باخدها الافرج 0.3 والتوزيع بتاعها 25% من الاتش فوق وتحت لينير وال 50% الباقيين ليهم قيمه الاي اكتف كونستنت كويس طب لو عندي ميه حسب ما سويت الفرق لو ما عنديش ميه الجاما اللي هكون مستخدمها هنا 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 جاما بلك انما لو في ميه تبقى جاما ساتيوريتد على طول ما احطش مثلث ميه طبعا تمام طيب لو كان عندي في سي سويت كذا لير يعني بيقول لك التربه مثلا هو الاتش كله 10 متر مثلا 15 متر بيقول لك اول 5 متر مثلا السي اندريد مثلا بقيمه والجاما بكذا التربه الثانيه من 5 ل 10 سي بكذا وجاما بكذا التربه الثالثه مثلا سي بكذا وجاما بكذا اعمل ايه اعمل ويتد افريج بحيث ان السي افريج كل سي في الاتش بتاعتها مجموعهم على الاتش الكليه والجاما افريج كل جاما في الاتش بتاعتها على الاتش الكليه دول مهمين جوه في الامتحان ده كده تمام هو ده هدف الاول مطلوب في السؤال بيكون هدفي ارسم الايرث بريشر ديستريبيوشن على الاستراتيجيك باي وول بتاعتي تمام واحدد الفورسز في الانكر والماكسيمم بيندنج مومنت اللي هيحصل عندي في الشيت في الفيل شيت باي نفسه او في الوول نفسها فتعالوا كده نشوف السؤال بتاعنا في الشيت سؤال الشيء الام بس الايه الام ده فاكتور من بوينت بيساوي بوينت 4 لو انت ما عندكش فيرم سويل تحت الشيت باي وبيساوي 1 لو انت عندك فيرم سويل تحت الشيت باي ونص لو في كذا فايبر كذا سي لو في كذا فاي مش عارف لو عندك كذا توربت فاي لا مش عارف او سي فاي انها بتعمل ويتد افريج التام بتاعت الفاي سي وفاي مش عارف برضه هي ليها حل ليها حل حل بسيط جدا بس برضه مش عارف عليك يا اما سي يا اما فاي بس ومش عندك لو كذا كذا فاي مش عارف يا اما لو جت بتعمل ويت ايفر بتالي الفاي يعني هتقول ايه اتش 1 في تان فاي 1 زائد اتش 2 في تان فاي 2 زائد اتش 3 في تان فاي 3 ودي اسمها تان فاي ايفر يعني ما تاخدش الفاي بكذا لا تاخد تان الفاي وتحدد الفاي بيزد عليها ايكويفالنت تمام اتش الكليه بكام لما تاخد المساله تحدد الاتش الكليه بكام يعني المساله بتاعتنا الاتش الكليه ب 7 متر تحدد الفورس او السبيسنج ما بين كل فورس والثانيه
عندي 3 فورس شو اسم مش جيفن سبيسيفيك لا جيفن بس تكتب الاتش 7 متر جنبها لان احيانا بتلخبط في شويه حاجات دي. المهم بيقول لك اول حاجه ايه حل المساله دي للوز سان بحيث يعني رقم واحد اهو يقول لك لوز سان الفاي بتساوي 30 درجه صح والجاما 1.8 دامبر متر كيلو انت مش محتاج غير الكبتين دول بس كويس انت مش محتاج غير الكبتين دول هعمل ايه يا شباب هروح للحاله بتاعتي انا لوز سان الفاي اقل من 32 درجه فاقول ان الاي اكتف بتاعتي بتساوي هكتب كده الاي اكتف بتساوي 0.8 جاما 1.8 الاتش بتاعتي 7 صح زائد الكيو بيديها لك ب 2 طمبر متر سكوير في الكي اكتف بتاعي ترانكل بحيث كي اكتف بتاع ترانكل عندي الارض الافقيه يبقى 1 ناقص ساين 30 على 1 زائد ساين 30 الطاقة قيمة الـ E active هنا بتساوي حبة حلوة .89 طن بر متر سكوير أعمل فيها إيه بقى دي؟ الـ distribution الـ loose size 25% أنا أسف 20% من الـ H increasing linearly بعد كده constant value فهرسم رسمة القيمة دي 25% 20% من السبعة فيها كام يا شباب؟ 20% من السبعة حد يحسبها حد يحسبها معايا 1.4 أقل من الاثنين فأنا هنا بحيث أعمل كده لازم ترسم الـ distribution ونحط القيمة بتاعته دي 1.4 بعد كده هنزل linear بحيث ان الاسترس اللي هنا الاسترس ده قيمته كام بقى 3.89 طن بر متر سكوير بتتكلموا ليه في تمام رسمت رسمه الالف بريشر ديستريبيوشن بتاعتي والمسافه دي بعد كده اقدر احسبها اللي هي 7 ناقص 1.4 اللي هي 6.6 لا 5.6 تمام بعدين ده اول حاجه كده رسمتها طالب الفورسز في الانجل انا اسف طالب الفورسز في الاسترات والبيندنج مومنت او السكشن مودنس على الكاميرا بتاعتي ايه المشكله اللي عندي هنا يا شباب عندي ثلاث مجاهيل صح عندي ثلاث مجاهيل والكاميرا اقدر احلها لو هي فيها مجهولين بس يعني كاميرا واحده لو فيها مجهولين اقدر احلها فمحتاج احط انترميديت هنج فهنفرض ان احنا نحط انترميديت هنج عند اي انكر في النص وافصل المساله بتاعتي لمسالتين تو بيمز اول كاميرا اهي عندي هنا اف اي وعندي هنا حاجه اسمها اف بي واحد ورسمة الـ Air Pressure Distribution بتضحكوا ليه؟ أنا هبتدي أتضايق طب بص هو في بتضحك ليه طيب؟ لا ضحكنا معاك المفروض نبطل نصور فورس هنا اسمها اف سي كويس الديستريبيوشن بتاع الحمل بتاعي لينير لهنا لحد التحت بحيث ان المسافات دي معايا هنا دي 3 متر وهنا دي 2 متر
بعد اذنك اتاكد ان مجموع الارقام دي كلها 7 متر يعني 5 و2 7 لان الناس مثلا لو كمان فيها شويه مثلثات تاني بلاقي ان توزيع الديستريبيوشن عكس الفوزز فالناس بتتلخبط في شكل التوزيع عدد فتاكد بعد ما تفصل الكمرتين المجموع هو التوتال ايه احيانا الناس بتغلط في التجميعات الصغيره دي الريزولت فورس دي كلها بتروح للستارت بس بس البلاطه اللي تحت دي مش شغاله حاجه انهي بلاطه فبقول لك دي الشيب بايل ده لو زودناه تحت شويه هيبقى فيه سي ومعاها هنا ار ريزيستنس فساعتها هفصل كمان الكاميرا دي لكامرتين تبقى كاميرا اف بي 2 واف سي 1 واخد كاميرا اف سي 2 والار احنا مش بنديك الار دي هنعملها نجلت مش شغاله معاك كويس لان حسبتها مش بسيطه زي ما انت فاكر تمام فهنشتغل ان مفيش ار عندي هنا فالستراد هو بس اللي شايل كل الفورسز وبقول لك ده بيساعدنا حتى في الشغل لما اكون انا مش ضامن الراجل اللي شغال منفذ صح انا هحط مالتي ستيج في الستراد لاني اضمن لي اريح نفسي تمام عشان الامر لو في ار كده برضه هتقلل شويه الديفورمي تشيب بتاعي زي ما اتفقنا طيب اقدر يا شباب احل الكمرتين دول واطلع فيهم الفورسز اللي هنا ها اقدر احلها واطلعها انا شايف اشكال جديده ده اول مره تيجي برضو لا بجد اه ما انا حاسس شايف اشكال جديده ولا انا ايه ما اعرفكمش شو مين فهديك القيم دي كلها دلوقتي الاف دي هتطلع معايا 1.8 تام بير متر ران اف بي 1 هتطلع 3.25 تام بير متر ران اف بي 2 هتطلع 10 اف سي هتبقى اكبر قيمه طبعا لان هي اللي شايله السبيسنج دي كلها يعني اف سي هتلاقي شايله اكبر مسافه شايله كل الجزء ده يعتبر ونص الجزء ده كمان وعاده اف سي في الاخر بتبقى اعلى قيمه تلاقي اف سي طلعت معاك بتساهم 16.2 واف بي 2 ب 3.25 حظ غريب قوي متساويين تمام فاقدر اقول في الاخر يا شباب لو انا عايز احدد الفورس بيورلي في الانكور الواحد يعني انا عندي دلوقتي انكور ايه انكور بي انكور سي خلي بالك ان انكور ايه ده هيبقى حاجه بالمنظر ده ضغط عليه من هنا 1.8 ومن هنا 1.8 يبقى الضغط الكلي عليك كام 1.8 ولا 3.6 لا 1.8 ما اتنقتش بس فايه فاقدر اقول خلاص ان الكومبريشن فورس في الايه في الاخر يعني اقدر اقول ان الكومبريشن فورس في الايه الكومبريشن فورس في البي الكومبريشن فورس في السي اف اي هتساوي 1.8 هضربها في السبيسنج هل هو جاي يشيل السبيسنج هنا 3 متر يبقى خد السبيسنج 3 متر هضربها في 3 طب البي هتبقى 3.25 اللي هي اف بي 1 زائد 3.25 اللي هي اف بي 2 مجموعهم هما الاثنين هضربهم في السبيسنج اللي هي 3 طيب الاف سي تبقى 16.2 هضربها في السبيسنج اللي هي 3 يطلع لي حاجه كده مقدارها طن طن طب عايز احدد العزم انت عندك كامرتين مش زيرو شير بقى ماشي اوكي زيرو شير امسك كل كاميرا وارسم فيها البندنج مومنت ارسمه تعرف ترسمه هنا تقدر تحدد الماكسيمم مومنت ازاي انت عارف ان هو عند البوينت اوف زيرو شير حدد مسافه اسمها واي وساويها بال 1.8 واحسب عندها العزم هيبقى بيبالجنج لتحت هنا هيبقى الماكسيمم مومنت بالتنشن سايد هنا كده اقدر احدده بالبوينت اوف زيرو شير طب هنا هيبقى عندي كام عزم؟ اثنين خلي بالك العزم هيبقى فيه عزم هنا وعزم كمان بيعمل هنا كده تحدد الاثنين وتاخد الماكسيمم من الثلاثة دول وتحدد السكشن مودلس بتاعك بص انا ليه فرضت ترميك هنج فوق مش ممكن تحت يعني كده في حلين مختلفين لو فرضت فين تحت اللي عليه فوق هي احنا احيانا بنقول ايه ان كل الفورس هتساوي هتاخد نص السبيس فوقها وتحتها ده حل طريقه يقول لك والله الاف بي هتاخد سبيسنج من فوق وسبيسنج من تحت واحسب كل الاريا دي بالاريا ميتر وحل تاني ان افترض الانترميديت هنج عندك اه افترض الانترميديت هنج تحت عند الاف سي مش اف بي طيب
طب عند الاف سي هتبقى كده في كاميرا مش شغاله لوحدها. اه الاف سي هتبقى شغاله لوحدها لو في مثلا اربع انكورس. اه لو اربع انكورس هتحط اثنين انترميديت هنج في النص بحيث ان كل كاميرا يبقى فيها اثنين هنج. تمام ما ينفعش تحط انترميديت هنج هنا لان دي هتبقى كاميرا لوحدها. ما لو في ار ماشي انما انت ما عندك مفيش. تمام طيب ده كان اول مطلوب. تاني مطلوب بيقول لك طب بدل لو كانت التربه دي كانت فاي سويل خليها سي سويل والاندرين. لا بيقول لك الان كونفاين كومبريسيف سترينث بيساوي 6 طن بر متر سكوير. ايه الان كونفاين كومبريسيف سترينث ده؟ ده الاثنين سي اللي هو الكيو ان كونفاين. تاني مطلوب بيقول لك ايه؟ لو انت كان معاك كلي بيقول لك الكيو ان كونفايند بتاعته طلعت بتساوي 6 طن بر متر سكوير والجاما 1.9 طن بر متر كيو. معنى ان الكيو ان كونفايند ب 6 يعني السي ان رين ب 3 طن بر متر سكوير. رقم واحد بنعمل ايه في ايه؟ هو محدد حاجه اسمها ستابيليتي نمبر. الناس بتساوي الجاما اتش الجاما بتاعتي 1.9 الاتش بتاعتي 7 على سي ان درين اللي هي ب 3 يطلع لي الاستابيليتي نمبر. بتاعتي هي زي ما احنا كنا كاتبين هنا لو هي سوفت كلي هتساوي جاما في الاتش الجاما بتاعتي بكام؟ 1.9 الاتش بتاعتي ب 7 زائد الكيو ب 2 هطرح من الكلام ده كله 4 مش مديني قيمه الام ان هي في فيرم سويل ولا لا هاخد الام بتاعتي 0.4 في السي بتاعتي اللي هي ب 3 تطلع لي قيمه الاي اكتف 3.29 سم بر متر سكوير. ممكن الرقم ده يكون فيه مشكله لحد بسمع دبل على الجيم. طيب طلع القيمه دي كده اعمل ايه يا شباب؟ اعمل الديستريبيوشن بتاعي اللي بالارض اللي بالارض ده ديستريبيوشن الكلي. الكلي بيقول لك ايه يا شباب؟ انزل 25% من قيمه الاتش increasing linearly اهو 25% 25 في 7 0.25 في 7 فيها كام؟ 1.4 تاني؟ لا 1.5 1.75 ماشي بقيمة ان اهو كده هزيد linearly بحيث ان الطول ده 1.75 بعد كده ينزل كونستانت لحد اخر المسافه دي اللي هي هتبقى 7 ناقص 1.75 اللي هي هتبقى 5.25 ويبقى التوزيع بتاعي هنا حاجه بالمنظر ده. الطول ده كله ال 1.75 والطول اللي في الاخر ده 0.25 وهنا كونستانت كده واطلع برضه قيمه الاف اي والاف بي والاف سي عادي جدا. ولو عايز احدد العزل الماكسيمم اقدر اطلعه واخلص المساله. في نفس المساله دي يا شباب طالب منك تحدد له حاجه اسمها البيز ستابيليتي للكلي. تعالى نتكلم شويه على البيز ستابيليتي دي. انا هشرح بتاع الكلي لان هي اللي في المساله وهقول لك برضه الساند لو جات لك مساله ساند وعايزين نعمل تشيك على البيز ستابيليتي ده. يعني ايه بيز ستابيليتي يا شباب؟ انت ممكن تلاقي كل الفورس تمام والمساله متزنه وكل حاجه توصل لقبل حتى ممكن قبل ما توصل للاكسكيفيشن ديبس اصلا قبل ما توصل له اصلا تلاقي التربه نفسها يا اما فيها فوران يا اما مهيله لفوق كده حصلها هيب. في الجري بنقول ان المشكله عندي بتبقى مشكله بير. يعني انا لو حد ميه هنا عندي كلي وجواه ميه الميه ما فيهاش مشكله ممكن الاقي كلي لو دي تربه كلي تقوم الطبقه البيز بتاعتي من تحت ده راح تقبل كده طلعت لفوق.
انما لو رمل وجاف ما فيهوش مشكله، رمل وجاف ما فيهوش مشكله اقدر احكم فيه عادي، مش ما عنديش مشكله في البيز ستابيليتي. انما لو رمل وعندي منسوب ميه هنا ايه اللي ممكن يحصل؟ بايل، تلاقي الميه تطلع من الشيت بايل ويعمل لك فوران وتفصل الشيت سترينت بتاع التربه في المنطقه، تبقى التربه عباره عن ميه. فمحتاج اعمل تشيك على الحالتين دول، ولو حاجه فيهم انسيف محتاج اعمل ايه عشان احل المساله بتاعتي. فانا مقسمها برده لجزئين، جزء للكلي وجزء للساند، هكتبه تمام. لو انا عندي المساله بتاعتي خلاص انا عملت تشيت بايل متاكد ان التصميم بتاعه كويس، الاستراكت متاكد ان هي تقدر تشيل الكومبريشن فورسز اللي جاي عليها كويس، فمثلا الديزاين الاستراكت بيبقى وحش جدا او ريفن بيسمنت ليه اندر كومبريشن، ليه بتضايق من اي عنصر في كومبريشن، وكمان ايه ده واقف في الهواء كده، يعني وزنه بيساعد في تاثير الباكلنج، فبيبقى الباكلنج عندي إيه مؤثر قوي جدا، مؤثر قوي في تصميم الاستراكت. المهم نيجي الاقي المشكله عندي تحصل في ايه؟ في البيز، في البيز ستابيليتي. لو انا عندي طبقه كليه يا شباب بالمنظر ده كده، بلاقي ان انا عندي ممكن يحصل فيلير بالظبط عند السيكشن ده، يكون عندي سنترال لود نظر ايه ده؟ جاما اتش زائد الكيو، يكون السنترال لود ده نفسه يكون لي هنا اكتف فيلير، وحاجه تحصل بالمنظر ده كده، فيحصل لك تييب للتربه دي كده هنا فيلير تمام. فعشان انا اتشيك على البيرنج فيلير محتاج ايه؟ احدد السترينث بتاع الكلي اجينست البيرنج واقسمه على الستريسز اللي عايزه تعمل بيرنج، صح ولا ايه؟ فهو ده اللي انا عملته بكل بساطه. فبقول لك الكلي بتبقى المشكله بتاعته في البيرنج بروبلم، فرقم واحد هنمشي خطوات لان في كذا عالم اتكلم في الموضوع ده. انا ممكن ابعت لك محاضرات عباره عن مثلا 50 سلايد بتتكلم عن البيز ستابيليتي للكلي بس، اللي عليك عالمين بس، واحد اسمه بيجير او بيجير على ما اتذكر افتكر اسمه كده، بيجير والتاني كرزاكي. بيجير كان بيتعامل مع الديب اكسكيفيشن اللي ليه اتش على بي اكبر من الواحد، يعني انت عندك عمق كبير قوي مقارنه بالعرض. البي اقصد بيها عرض الاكسكيفيشن الكلي زي ما عندنا في المساله هنا 4 متر تمام. لما يبقى العمق كبير جدا بالنسبه للعرض، بيجير قال لك عوض في القانون ده، انت عايز الفاكتور اوف سيفتي، فانت محتاج السترينث تقسمه على الستريسز. السترينث للكلي اجينست البيرنج كان عباره عن ايه؟ سي ان سي صح؟ والستريسز اللي عايز تعمل بيرنج جاما اتش زائد الكيو. فانت السي معاك، الان سي تقدر تحددها من الشارت، هتلاقيه موجود في الجداول اللي معاك اهو. الشارت ده محتاج تخش بقيمه ال على بي، اللي احنا عندنا ال هو الطول الداخلي يا شباب. ال عندنا بكام في المسافه بتاعتنا؟ 1 متر. لا ال هو الامتداد الكلي زي ما هو رسم لك الرسمه، كان رسم لك الرسمه ايه؟ ده بي ده اتش، وال هو الامتداد الكلي الداخلي، هنعتبره ما لا نهايه. لو انت عندك بالك سكيفيشن مستطيل مربع وات ايفر، انت مش عليك الحدوته دي، انت عاده بنستخدم ال على بي ما لا نهايه. اخش بالقيمه اتش على بي اللي انا حددتها هنا، اخش اقطع الكيرف اللي ليه ال على بي ما لا نهايه، احدد قيمه الان سي تمام؟ حددت سي ان سي على جاما اتش زائد كيو، اقدر احدد فاكتور اوف سيفتي. عشان المساله تبقى سيف لازم الفاكتور اوف سيفتي زي ما انا كاتب هنا يكون اكبر من او يساوي 1.5. دي اول حاله. تاني حاله في الحقيقه هنا في ظلم شويه في الموضوع ده، ليه؟ ركز معايا. لما تبقى الكوته دي شباب نفسها تقع، عايز يحصل لها بيه؟ هي هتتقاوم ازاي؟ هيكون في حمل هنا برضه هيقاوم، انت كل الكوته دي هي اللي عايزه يحصل لها سلايدنج ويحصل لها كيب اب هنا، ففي ريزيستنس هنا اللي هي كانت عباره عن سي في الاتش وبقسمها على الـ 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 العرض اللي هنا ده. العرض اللي انا شغال عليه ده المفروض ريزيستنس يخش معايا سواء ازوده فوق او اطرحه من تحت. بيجيرم قال لك لا انا ههمل الجزئيه دي عشان عندي ديب اكسجريشن، مساله فيري كريتيكال تمام؟ فهعتبره كفاكتور اوف سيفتي زياده ومش هحسبه، هعتبر المقاومه بتاعتي هي بس ان السي ان سي. ترزاجي قال لك لا، قال لك والله انا هاخد في اعتباري هخش وهحسب قيمه السي يو في الاتش دي، اللي هي السي يو اللي تمثل الريزيستنس حوالين السطح ده. بحيث ان قال لك لو انت عندك
open excavation او بنسميه شالو شالو اكسكيتيشن، يعني الاتش على البي اقل من الواحد، عندك عمق صغير مقارنه بالعرض. هحسب اول حاجه قيمه البي داش، والبي داش بتساوي المينيمم ما بين 0.7 قيمه البي او الدي. الدي تعبر عن وجود فيرم سويل هنا. لو انا عندي فيرم سويل هنا مسافتها من الاكسكيتيشن ديبس او من سطح الداون ستريم هنا دي، قيمه البي داش هتساوي المينيمم من الدي او 0.7 البي. هذا دي بالمناسبه بنسميها 0.7 البي داش، 0.7 بي اللي هي واحد على جذر 2، واحد على جذر 2. لو انت عملت هنا مثلث 45 هتفهم قصدي، بس من غير ما نخش في تفاصيل او ثيوريتيكال ابلكيشن بتاعها ازاي استنتج القانون ده مش وقته ده. فبيقول لك والله فاكره في سيلتا برضه هيساوي السترينث على الستريس، بس هقلل قيمه الستريس بمقدار المقاومه اللي بتحصل على السطح اللي بيحصل عليه انزلاق ده، اللي هو السي يو في الاتش على البي داش، والبي داش هو المينيمم اللي احنا قلناه فوق. هو قال لك انا والله عندي شالو فاونديشن، مساله مش كريتيكال قوي، ممكن اجمد قلبي شويه واحط القيمه دي. تمام؟ سواء بقى لقيت ان ده او ده انسيف هعمل ايه؟ هقول والله بدل ما كان بيحصل لي البيرنج عشان الشيت باين واقف هنا، انا هخلي دي بقى شويه، هزود له الطول بتاعه بمسافه اسمها تي. بحيث ان البين بدل ما مين اللي هيحصل كده، لا هو هياخد مسار اطول شويه ويحصل لك كده. كويس؟ فعشان اخد الجزء ده قال لك انت هتعوض القانون ده، انت خلاص عايز الفاكتور اوف سيفتي ب 1.5، السي ان سي هو السترينث، جاما اتش ال تي هو الستريس، هتقلل منه مقدار الادهيجن سترينث اللي بيحصل حوالين الشيل باي مول. يعني انت لما كنت دي كان نفسها بتقع كده وهيبقى فيه سترينت عامل كده، ولما تيجي تطلع الناحيه الثانيه هيبقى فيه سترينت عامل كده. ففي اثنين ادهيجن سترينت بيحصلوا معايا عند السون دي، عند السون دي بالظبط. فهم دول بس اللي اعتمد عليهم عشان احدد قيمه التي اللي تديني الاستابيليتي او الالتزام بتاعي. في ادهيجن بيحصل هنا في كل الحالات بيهملوه. وانا كان ليا سؤال للدكتور في النقطه دي فما ما كانش ليها رد. هم اهملوه عشان خاطر كفاكتور اوف سيفتي زياده او ستابيليتي زياده. احنا عملنا كويجن اما زودنا الكونكريشن ديبس صح؟ عملنا كويجن مع قمت هعمل الكويجن ده وازود بس الادهيجن اللي محتاج اكونه عشان يقوم الريزيستنس بتاعت البيت. فبيقول لك والله انت هتقول ان الفاكتور اوف سيفتي في 1.5، هتقول 2 سي ادهيجن، الادهيجن هو عباره عن الفا في السي، في التي هي مجهول، على البي بتاعتي اللي هي العرض بتاع الاكسكيفيشن بتاعي. اقدر اعوض في القانون البسيط ده، اطلع قيمه التي وهي دي اللي انا هستخدمها عشان اسيب بيه. بالمعلومتين اللي انا قلتهم هو بيقول لك نفس المساله دي، اعمل تشيك على البيز ستابيليتي بتاعت تربه الكلي. لو انت عندك الكلي تشيك على البيز ستابيليتي بتاعتك. فتعال نشوف، انا اول حاجه عندي احسب قيمه الاتش على البي. اتش على البي بكام؟ حد يحسب معايا. 7/4 هي اكبر من الواحد. 1.75 اكبر من الواحد، فانا دي اقوم رايح للقانون بتاع بيجير. قال لك والله الفاكتور اوف سيفتي هيساوي السي بتاعتي بكام؟ كانت ب3. الان سي اقدر اخش الجدول، عشان تخش الجدول عايز قيمه الاتش على بي ب 1.75، تخش هنا ب 1.75 تطلع عند ما لا نهايه، هتلاقي تقريبا ان سي ب 7. الجاما كانت بكام؟ 1.9، الاتش ب 7 صح؟ ومديك الشارج لوب ب 2. اقدر احسب الفاكتور اوف سيفتي ده. هلاقيه 1.33 تقريبا، اقل من 1.5، فاعمل ايه؟ اقول والله انا محتاج ازود العمق شويه، وهقول والله خلاص الواحد ونص هتساوي 3 × 1.9 × 7 زائد 2 − 2 السي ادهيجن بتاعتي. هاخد مثلا الالفا بتاعتي 0.5، الفا في السي ب3 صح؟ في التي هي المجهول، واقسمها على البي اللي هو 4. اقدر اطلع من هنا قيمه التي اللي انا محتاجها وما فيهاش مشكله. دلوقتي لو في الديب في الشالو اكسكيفيشن، وانا دلوقتي عندي فاكتور اوف سيفتي طلع اصلا 1.5،
استخدم برضو الفرع. هو نفس الفرع. بس هاخد برضو معايا الكويجن اللي هو في العربات بتاعي. مفيش كويجن خالص هنا. ده نتيجة. ايوه ماشي. ما هاخد الاتيجة النتيجة ان انا زودت السيلجر فايل. في بقى كويجن اساسا اللي احنا اخدناها الفاكتور واحنا. لا انا شلت ده. شلت ده سواء هنا او هنا شلتهم هنا. وعوضت بعديجة بس. السي دي اخدتها لما كان شالوا فاونديشن اخدت في اعتبار القيمه دي طلعت انسيف هعملها واشوف الادهيجن اللي انا محتاج اكونه قد ايه عشان خاطر يقاوم الابر تمام. طيب لو هي رمل بقى دي بره بس بتيجي كتير برضو في الامتحان لو هي رمل ما بكونش قلقان يا شباب من بيل لا الرمل البيلنج ستيبس بتاعته على العمق الكبير ده 100% سيف ولو رمل ما فيهوش ميه ما عنديش اي مشكله مشكلتي كلها لو رمل عشان دي مساله الفاينل بتاعتنا في فيرم سويل مثلا هنا والتربه دي رمل وعندي منسوب ميه هنا ايه المشكله اللي عندي المشكله اللي عندي ان انت هيبقى عندك مشكله بايبنج انت بتعمل بتنزح الميه من هنا بس ممكن الميه يبقى ليها طاقه يبقى فيه فلو نت حاجه بالمنظر ده صح؟ وإيكو بوتينشيالز بالمنظر ده صح؟ يعملك مشكلة بايب فوران عند المستطيل ده صالك فوران هنا هو تخسر الشيل سترينت بتاعك بتاع التربة فالشيل بايب ده يقع ما هيكونش ده مقاوم أو هيقاوم بس البيس بتاعك هو يكون واقف عشان فيه سترات بس هيبقى السترينت بتاع التربة هنا ضعيف كده فبنعمل ايه بقى؟ محتاجين نعمل تشيك على الابلت فبتبقى مش الفايل فبتبقى المشكله بتاعتي يا شباب هي سيفج بروبلم بالسان عشان اعمل عليها تشيك محتاج احدد ايه؟ حاجه سميناها الاي كريتيكال والاي اكس عرفنا الاي كريتيكال اي تربه خلقها ربنا ليها اي كريتيكال بكام؟ جاما سبميرجن على جاما ووتر بتاعتها فاضل الاي كريتيكال اعمل ايه؟ تقدر تعمل ترسم الفلو نت والايكو بوتنشال الفلو لاينز والايكو بوتنشال تمام وتحدد قيمه الاي اكس جرافيكال او ممكن تستخدم ناس عملوا حل دي ممكن تحلها بيه ممكن تمسك مساله وتثبت ابعاد معينه وتطلع قانون يساعدك تحدد الكيو اللي بتطلع بعد ايه وكمان الاي اكس بتاعها ففي ناس عملوا قانون قالك والله لو انت عندك اوبن اكسكيبيشن تمام بحيث ان الفاريبلز بتاعتك كلها سبع فاريبلز اتش هو الاكسكيبيشن هايت نص عرض الاكسكيبيشن هو بي سمول دي على 2 منسوب الميه في الهاب ستريم وفي الداون ستريم لا منسوب الميه ما بين منسوب الميه ما بين انا اسف الاتش مش الاكسكيبيشن هايت الاتش هي منسوب الميه من الاب ستريم للداون ستريم مش الاكسكيبيشن هايت الاتش يا شباب منسوب الميه من هنا لهنا البي نص عرض الاكسكيبيشن دي واحد ودي واحد بيعبروا دي واحد تعبر عن عمق الشيت بايل بالنسبه للاب ستريم والدي واحد هو العمق الكلي لطبقه الارض في الاب ستريم للفيرم سويل دي 2 عمق الشيت بايل للداون ستريم والدي 2 هو العمق الكلي للارض بالنسبه للفيرم سويل فانت محتاج تحدد كام حاجه هنا سبع حاجات 1 2 ولا 6 1 2 3 4 5 6 حاجات محتاج تحددهم قبل ما تخش تحل المساله دي تمام فبيقول لك بكل بساطه انت هتحدد اول حاجه لو في مالكونس اسمها دي 2 على بي ايه الكويز عشان 10 مش مهم المره الجايه لا الكويز دلوقتي دي 2 على بي تمام الرقم ده هستخدمه عشان خاطر اخش تشارج بدلاله الدي 1 على دي 1 والدي 2 على دي 2 هخش للشارت من دي واحد على دي واحد اقطع فوق هتلاقي الشارت كده موجود في المحاضرات وبيجي في الامتحانات شارت حاجه بالمنظر مش فاكر حاجه كده بقى كل واحد من دول ليه قيمه دي 2 على بي وهنا بتخش دي واحد على دي واحد فوق تقطع دي 2 على بي تحدد حاجه اسمها فاي 1 بعد كده تخش من دي 2 على دي 2 تقطع كير نفس الكير وتحدد فاي 2 بيقول لك الاي اكس بتاعتك عباره عن الاتش على دي 2 الاتش اللي هي الاتش دي على دي 2 بفاي 2 على فاي 1 زائد فاي 2 بعد ما احددهم اقدر اطلع قيمه الاي اكزت
تمام اقدر اطلع قيمه الاي اكزيت وايه واتشيك على القانون بتاعي. طب لو انا سيف تزود ده تعمل بقى جدول ساعتها وتقعد تجرب هزود والله الطول ده شويه واعمل ديوت هتزود الطول ده شويه والميه طبعا هتبقى لا ديوترنج ايه الاتش نفسها هتتغير تمام بس الدي واحد والدي اتنين بس هما اللي يعني الاتش والدي واحد والدي اتنين هما اللي هيتغيروا الدي واحد والدي اتنين انا عايز الاتش ثابته اللي هيتغيروا بس يا شباب الدي اتنين والدي اتنين والدي واحد دول بس اللي هيتغيروا تمام كل ما تزود الدي اتنين والدي واحد هيتغيروا يسيبوا فهيقللوا لك قيمه الفاي واحد والفاي اتنين من الشارت لحد ما تسعيد او احيانا يا شباب عندي حلين لو انا لقيت تربه كلي تحت السان اوصل الشيت فايل او اعمل ايه اوصل الشيت فايل ده لتربه الكلي وانا عندي ميه هنا ودي سان دي كلي ايه اللي يحصل بقى ساعتها لو انا ده الاكسكيفيشن ديبس بتاعي اللي هيحصل ساعتها مش هتبقى سيفج بروبلم صح هل هيبقى عندي مشكله سيفج هنا الكلي هيمنع لك الميه انها تطلع بالدفاع فهتخسر الطاقه بتاعتها عقبال ما تطلع هنا انما المشكله هتبقى مشكله ايه ابليفت تاني هيف انا ممكن تبقى الكتله او هيف تبقى الكتله بتاعتك بتاع التربه اللي هنا اكبر من ضغط الميه اللي هو عباره عن جاما ووتر اتش ده كله فمحتاج تحدد الفاكتور اوف سيفتي للوزن ده تمام على الابليفت اللي هو جاما ووتر اتش وبناخده 10% بس لازم اتاكد ان الوزن الكتله دي اكبر ب 10% ده حل طب ما عنديش طبقه كلي ولقيت انا كل ما بزود عمق الشيت بايل انا ما بستفادش حاجه بلاقي ان مشكله البايلنج لسه موجوده ببتدي اعمل حاجه اسمها كات اوف او بحط حاجه اسمها بلاجر البلاجر دي بتبقى عباره عن بنت نايت كده بخلى طبقه الكلي دي يعني بيكون ادي الاكسبريشن بتاعي او مخلى هنا اهو حضرتك بتقول ده طبقه بنت نايت تمام بتمنع لي الميه انها تطلع فبكون محتاج احدد العمق ده بقد ايه عشان خاطر احط طبقه البلاجر تمام فلازم اتاكد ان الجاما برضو في الدي دي كلها تبقى اكبر من الاب ليفت ب 10% فاكر المسألة سواء الحل ده او الحل ده الاثنين بيش واحد واحد انا واحد الفاكتور سيفتي ده باين 20% زياده اثنين 20% زياده 80%